دي الحلقة رقم 22 من حلقات تحفيظ سورة آل عمران. احنا بنحفظ مع بعض سورة آل عمران بحفظك وكمان بتسمع معايا مباشر. لو حابب تشارك معانا وتحفظ معانا هات مصحفك وافتحه على سورة آل عمران. هنفتح ونجيب الآية رقم 61. تقرأ معايا وتسمع معايا وترفع صوتك وتكون مركز معايا وباصص في مصحفك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن الله لهو العزيز الحكيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وما من إله إلا الله
وإن الله لهو العزيز الحكيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. 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 إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.
هنسمع الجديد اللي سمعناه مع بعض النهارده ده وحفظناه 5 مرات، ونجيب من اول ربع فلما حاسه، وتسمع معاه مباشر ضروري، وتجيب من اول السوره، وما عرفتش هتسمع على التليجرام ولازم تسمع من اول السوره. اسال الله ان ييسر لكم حفظ القران الكريم، وان يثبته في صدوركم، وان يحشركم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والسلام عليكم.